بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية حلب، وباعثتها إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف نون عين عين. تقول في سؤال لها: مرض خالي ووالدي بذات المرض، ومضى على مرضهم سنوات الله يعلمها، فنذرت إن شفي والدي قبل شهر ذي الحجة سوف أصوم من واحد ذي الحجة حتى يوم العيد، أي 10 أو 9 أيام، وكنت آنذاك غير بالغة. وشفي والدي والحمد لله قبل شهر ذي الحجة، ومضى على شفائه 3 سنوات ولم أصم شيئا. وأقول كنت غير محاسبة عندما نذرت، مع أني قادرة على الصيام والحمد لله. أرجو منكم توضيح هذا الأمر، من حيث إن كان واجبا علي الصوم، وهل يمكنني أن أصوم متى شئت، وهل تجب الموالاة في أيام الصيام صيام النذر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه حسب ما ذكرت السائلة أنها حين نذرت لم تكن قد بلغت سن التكليف، فإنه لا يجب عليها هذا النذر، لأن النذر إنما ينعقد من المكلف وهو البالغ العاقل، وهذه لم تبلغ فليس عليها شيء فيما ذكرتنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: عندما بلغني شفاء خالي من شدة فرحتي نذرت صيام 20 يوما إن كان الخبر صحيحا، وبعد تأكدي من صحة الخبر خففت عن نفسي إلى 10 أيام، وحين ذاك كنت بالغة، ومضى على شفائه 2.5 عام وأنا قادرة على الصيام، والحمد لله لم أصم شيء من نذري لخالي ولا لوالدي. أرجو توضيح الأمرين، جزاكم الله خيرا. ينبغي للإنسان أن لا يحرص على النذر، فإن النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، وأيضا الإنسان يورط نفسه بشيء قد يثقل عليه أو لا يستطيع، فالإنسان يعمل الخير بدون نذر، أما إذا نذر فإنه يلزمه الوفاء بنذر الطاعة. وإذا كانت قد نذرت هذا النذر وهي بالغة عاقلة وحصل المقصود الذي علقت النذر عليه، فإنه يجب عليها الوفاء بنذرها، أن تصوم 20 يوما كما نذرت، لأن هذا نذر طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول إنها خففت عن نفسها إلى 10 أيام، ما حكم هذا التخفيف شيخ صالح؟ ليس الأمر بيدها، إذا نذرت 20 يوما وجب عليها أن تصوم 20 يوما، ولا تملك التخفيف والتنازل عن هذا النذر وعن بعضه بعدما ينعقد، فإنه يلزمها الوفاء به. نعم. جزاكم الله خيرا. كثير من أسئلة النذر شيخ صالح توضح أن بعض الذين ينذرون يوقعون أنفسهم في شيء قد لا يستطيعون الوفاء به، لعل لكم توجيه بعد هذا السؤال. قد وجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع بما يشفي ويكفي، قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، فلا تنذروا. جاء في بعض الروايات النهي عن النذر، وذلك لأن الإنسان يدخل نفسه
بمشقة وحرج قد ينذر نذرا يثقل عليه فعله أو لا يستطيع فعله وكان من الأول بعافية وفي سعة، على المسلمين أن يتركوا النذور، يعني لا عليهم أن لا ينذروا من الأول، عليهم أن لا ينذروا، قد جعلهم الله في سعة، من أراد أن يعمل الخير فليعمله بدون نذر، ومن لم يرد فإنه لا يجب عليه إلا ما أوجبه الله عليه. أما إذا نذر الإنسان سواء كان نذرا معلقا أو نذرا معجلا وكان نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ويكون دينا في ذمته لله عز وجل لا تبرأ إلا بأداء هذا النذر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة المجتمع محمد مصطفى محمد عفيفي بعث يسأل ويقول: ما هو العمل الذي يجب عمله حتى يعصمني الله من همزات الشيطان، على أنه عندما أكون قريبا من الله تكثر الوسوسة حتى ارتكب الخطأ، وجهوني، جزاكم الله خيرا. عليك بملازمة طاعة الله سبحانه وتعالى وذكر الله وأداء الفرائض التي افترضها الله عليك، فإن هذا مما يقربك من الله عز وجل ويحببك إليه. في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبادي أو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. التقرب إلى الله جل وعلا بطاعته الفرائض أولا وقبل كل شيء، ثم بالنوافل وما تيسر منها، هذا مما يقرب العبد إلى الله عز وجل. عليك بالحرص على ذلك لأجل أن تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، وتكون من أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للأذكار يا صادة، بعض الأذكار يذكر في أولها أن من ذكر الله على صفة معينة كان ذلكم الذكر عصمة له من الشيطان طوال ليله حتى يصبح أو طوال يومه حتى يمسي وما أشبه ذلك، هل لكم من توجيه حول هذا؟ جزاكم الله خيرا شيخ صادة. ما شك أن ذكر الله عز وجل يحفظ الإنسان مما يكره ويطرد عنه الشيطان ويقوي قلبه ويحييه بذكر الله عز وجل. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عند الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا غير ذلك من الآيات. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله بالحصن الذي يؤوي الإنسان من أعدائه، فقال عليه الصلاة والسلام: وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل من طلبه العدو ليقتلوه فلجأ إلى حصن حصين فتحصن به منه. فكذلك ذكر الله عز وجل يمنع من الشيطان ويحصن الإنسان من الشيطان. ينبغي للإنسان أن يلهج بذكر الله دائما وأبدا ما استطاع إلى ذلك، إلا في المواطن أو الأحوال التي لا يناسب فيها ذكر الله سبحانه وتعالى كدخول الخلاء حال قضاء الحاجة، ومع ذلك فإن الإنسان يذكر الله في كل أحواله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا وعلى جميع أحواله، والذكر ميسر ولله الحمد. إنسان يذكر الله وهو يشتغل بأعماله وهو على أي حال كان يتمكن من ذكر الله عز وجل، فذكر الله مطلوب الإكثار منه، ولا سيما أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار أدبار الصلوات الخمس وفي جميع الأحوال المناسبة. فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، وأن يجعل ذلك ديدنا له، يعود
لسانه عليه ولا يزال لسانه رطبا من ذكر الله كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تفضلتم شيخ صالح وذكرتم الأذكار وبعض أوقاتها وبعض فضائلها، هل من كتاب أو كتب تدل على ذلك وتفيد المسلم كي ما يكون على مقربة دائما وأبدا من ذكر الله؟ الأذكار أفضل الأذكار ما ورد في الكتاب والسنة. طيب، القرآن فيه أدعية قرآنية كثيرة يدعو المسلم ربه بها، مثل الدعاء الذي في آخر سورة البقرة. نعم. دعاء الذي في آخر سورة آل عمران وسائر الأدعية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وكذلك الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها وعلمها لأمته وهي مروية في الكتب الصحيحة. وهناك كتب متخصصة للأذكار مثل كتاب الأذكار للإمام النووي، مثل كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم، مثل كتاب الكلم الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية، ورسالة في الأذكار تحفة الأخيار لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله وحفظه، وهي مطبوعة. طيب. وتوزع. طيب. فهذه كتب موثوقة وفيها أذكار عظيمة، على الإنسان أن يحرص على أن يقتنيها وأن يذكر الله بما فيها من الأذكار الماثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي موظفة ومبين أوقات الأذكار فيها والساعات التي تناسبها. ومنها أذكار مطلقة يقولها الإنسان في أي وقت وعلى أي حال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال شيخ صالح، يقول هل عمليات التجميل الجراحية حرام أم حلال؟ وإذا كانت حرام هل يأثم الطبيب الذي يقوم بإجرائها؟ جزاكم الله خيرا. العمليات الضرورية إذا كان في الإنسان تشويه خلقي وأمكن علاجه هذا شيء لا بأس به، ولا يأثم الطبيب الذي يقوم به، لأن هذا من العلاج المباح، إزالة التشوهات الخلقية من الوجه أو من بقية الجسم، هذا أمر مباح ولا حرج فيه لأنه من التداوي المباح. أما التجميل الذي لا داعي إليه وإنما هو من التكلف فهذا لا يجوز، ولم يقوم به فإنه يكره له ذلك أو يأثم لأنه لا حاجة إليه وإنما هو من التكلف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المملكة الأردنية الهاشمية من الجنوب، وباعثها مستمع يقول ألف ميم ميم ألف ميم سين، يسأل ويقول هل يزكي صاحب المال الدين الذي له عند الناس؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كانت الديون التي للإنسان في همم الناس على أناس أملياء، بحيث إذا طلبها منهم يسددونها له من غير مماطلة، فإنه يجب أن يزكيها كل سنة وهي في ذمم الناس لأنها في حكم المال الذي بيده. أما إذا كانت هذه الديون على أناس مفاليس أو ناس غير أملياء لا يستطيع الحصول عليها ولا يأمن من ذهابها، فهذه إنما يزكيها بعد قبضها، إذا قبضها يزكيها عن سنة واحدة لأنها في حكم المال الضائع الذي لا يدري هل يحصل عليه أو لا، فإذا حصل عليه زكاه عن سنة واحدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسألكم شيخ صالح حفظكم الله عن زكاة الأسهم، كيف تكون زكاة الأسهم علما بأنها بين الربح والخسارة؟ الأسهم على قسمين، أسهم في شركات تجارية ومضاربات وبيع وشراء، فهذه يزكيها ويزكي أرباحها، يزكي رأس المال ويزكي الربح الذي يحصل معه كل سنة تدور على الربح، يزكي ويزكي معه كل سنة تدور على رأس المال. نعم. يزكي ويزكي الربح الذي حصل معه ولو لم يحل عليه الحول، لأن حول الربح حول رأس المال تابع لرأس المال. أما الأسهم التي في شركات استثمارية كشركات المزارعات أو الكهرباء أو النقل الجماعي أو المصانع، فهذه يزكي الغلة التي تحصل له منها، فإذا حصل منها على غلة فإنه يزكيها. الغلة بمعنى الربح يحصل، بمعنى الربح الذي يحصل عليه سنويا يزكيه. طيب.
يزكيه متى؟ حينما يستلمه أو بعدما يحول عليه الحول وهو عنده؟ حينما يتم الحول من حين حصوله. نعم. جزاكم الله خيرا. ليس حصوله بيده، وإنما حصوله يعني حصوله وهو الإنتاج، إنتاجه ولو كان عند الشركة. يبدأ الحول من حين تحقق وجود الغلة. فإذا تم لها حول من تحقق وجودها فإنه يزكيها. أحيانا يكون وأحيانا لا يكون وأحيانا يزيد أو ينقص شخص هذا. يزكي ما يحصل له. إذا بلغ النصاب أو كان عنده مال يضمه إليه ويزكي معه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا في باب الزكاة عن ذهب المرأة وهو حلولها ومقداره ب300 دينار أردني تقريبا، يقل أو يزيد حسب سعر الوقت. وقد سمعت أن حلي المرأة يزكى مرة واحدة في العمر، وقد زكيته تلك المرة. أما إن كان يزكى دائما ولا يوجد نقود، هل نبيع منه مثلا ونزكيه؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. زكاة الحلي الذي تلبسه النساء فيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا زكاة فيه، لأنه أصبح من الأموال المستعملة كالثياب الملابس والمساكن والمراكب التي يستخدمها الإنسان، هذه لا زكاة فيها لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، فليس فيه زكاة. هذا قول جمهور أهل العلم قديما وحديثا. ومن العلماء من يرى أنه تجب فيه الزكاة، فإذا زكاه الإنسان احتياطا وخروجا من الخلاف فلا شك أن هذا عمل مستحسن وأبرأ للذمة. وأما كيفية تزكيته فإنه يزكيه سواء منه أو يخرج من غيره ما يقابل ما يجب فيه من الزكاة، على قول من يرى ذلك. الملاحظ شيخ صالح فيما فهمت من هذه الرسالة أن في زكاة الحلي 3 أقوال: قول بالتزكية، وقول بعدم وجوبها، وقول بالتزكية لمرة واحدة في العمر. ما هو الرأي الذي توجهونه وترجحونه شخصا؟ هذا الرأي الثالث ليس بشيء. الذي هو يزكيه مرة في العمر. فهو إما أن يزكيه كل سنة، وإما أن لا تجد فيه الزكاة. القولان المشهوران. طيب والذي يميل إليه الشيخ صالح الفردان؟ الاحتياط. أما الإيجاب فلا أرى الإيجاب، لكن من باب الاحتياط. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى رسالة من سوريا حلب، وباعثها مستمع من هناك أو مستمعة، تقول حمنا محمد عجاج. لها سؤال تقول فيه: هل يجوز للحائض دخول المسجد لحضور الجلسات الدينية النسائية، جلسات العلم نتدارس فيها كلام الله؟ وهل هذا الحديث متعلق بسؤالي وما معناه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. خروج النساء للمساجد لأجل الصلاة، هذا هو الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني غير متزينات ولا متطيبات، ويكن أيضا متسترات ومتحجبات. طيب، هذا للصلاة مع المسلمين. طيب، ويعتزلن صفوف الرجال، كنا خلفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير النساء عن الرجال. وأما خروجهن لغير الصلاة كحضور الدروس والمحاضرات هذا أيضا لا مانع منه إذا توفرت شروط الحجاب وترك الطيب وترك التعرض للفتنة، وكانت النساء في مكان معزول عن الرجال، فلا مانع أن يخرجن ويستمعن للعلم النافع. وأما أن النساء يجتمعن وحدهن في مسجد غير تابعات للرجال، وإنما يجتمعن في المسجد، هذا أمر غير مشروع وغير معروف في الإسلام، لأن خروج النساء وتجمعهن منفردات عن الرجال ويجعلن لهن درسا في المسجد خاصا بهن وفيما بينهن، فهذا غير مشروع. وعليهن أن يجلسن في بيوتهن، وأن يجتمعن في بيت من البيوت في بيت إحداهن، ويتعلمن ويدرسن ما يستفيدن منه من العلم الشرعي في البيوت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح سهل عن إجابتكم لمن كانت معذورة شرعا، هل تحضر المحاضرات والندوات في المسجد مع الرجال؟ التي عليها الحيض لا تدخل المسجد، وإنما تكون خارج المسجد. والآن والحمد لله بوجود مكبرات الصوت، يصل الصوت إليها وهي خارج المسجد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.